لا شك أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الإصلاح وذراعها العسكري الألوية المبثوثة في جسد الجيش الشرعي تدرك تماما أن هناك مأزق للجماعة في العالم ومأزق خاص لها في اليمن. المأزق في اليمن أن الجماعة باتت مرفوضة جنوبا كما أنها مرفوضة شمالا، وهي تحاول أن تعيد إنتاج قيادات جديدة بلسان جديد وبطريقة جديدة لمحاولة إبقاء ما يمكن إبقاؤه من أعضائها ومن مناصريها ومن مكاسبها التي أخذتها بصورة غير شرعية باسم الشرعية. تشكل بعض المحافظات التي في الجنوب والشمال هاجسا للجماعة، ولذلك جاءت هذه الخطوة هي عملية إدراك أنهم بحاجة إلى طاقات شبابية من الجماعة، طاقات بلسان مختلف بحذلقة مختلفة بحيل متجددة، وهي تحاول من هذا الباب أن تجدد عبر التعيين أو عبر ما يسمى لديهم الانتخاب، وهو ليس هناك انتخاب داخل الجماعة، الجماعة تدار بالسمع والطاعة وبالعصا والكرباج، فتجدد هذه الشخصيات، وأيضا هي تجدد في خلاياها المنتشرة سواء الخلايا السرية أو الخلايا العلنية في مؤسسات الدولة أيضا، لكي تبقي ما اكتسبته باسم الشرعية وباسم المقاومة من مكاسب شمالا وجنوبا.